أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.